مع المتصلين. كما عودناكم في حلقة اليوم أن احنا نتعرف على قارئ من قراء العالم الإسلامي، واليوم سنتعرف على أحد هؤلاء القراء الذين نسمع أصواتهم وتبقى في ذاكرتنا عبقا جميلا. أنا بأسأل قارئنا من قراء أو أئمة الحرم المكي تطرب لصوت، كلهم تطرب لصوتهم لكن قريب لك ويعجبك صوته. الشيخ عبد الله الجهني. الشيخ عبد الله بن عواد الجهني، ما شاء الله تبارك الله. ليش يعني تسمع له من زمان ومتأثر بقراءته؟ أرتاح لصوته وأقلده بعض المرات. تقلده؟ نعم. ممكن تسمعني طيب آية من كتاب الله وأنت تقلده؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هنيئا لك والله أول شيء بهالتلاوة وبهالصوت الجميل، وأيضا بمحبة الشيخ عبد الله عواد أحد أئمة الحرم المكي. أيضا من القراء متأثر به، خلينا نقول من أئمة المسجد النبوي، الشيخ محمد أيوب. الله يرحمه الشيخ محمد أيوب، ما شاء الله جمال على جمال. أكيد في تقليد له صح؟ بس ما أتقنته مرة. ما أتقنته مرة. الشيخ ما شاء الله متمكن. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى حرجع لك أنا في بقية الأئمة والقراء اللي تحبهم. الآن نروح نتعرف على قارئنا ونرجع. من وحي آيات الإله نهفو لإرجاء الجواب وسنابل الخير انحنت تدني لنا قطف الصواب. هذه السنابل أين عد رفت لنا والوقت طاب يا خير نهج في الحياة ما خاب من نزب الكتاب. في كل آي شيخ جليل وقارئ جميل له صوت شجي رقيق ترتاح لسماعه الآذان وتحبه القلوب. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إمام الحرم المكي الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي كان إذا قرأ بكى وأبكى الملايين. يا مولود يسر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم ومن يهزم الوقفة التي تخنقه بتدبر الآيات لربما تطول لدقائق صمت فلا تسمع إلا صدور المصلين خلفه كأزيز المراجل خشوعاً وتدبراً. هيبة الحرم وجلاله كانت تزيد قراءة الشيخ الخليفي ودعاءه رحمه الله هيبة ووقاراً. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نزب الكتاب في كل آي ترتقي عانق بها. ما شاء الله تبارك الله. رحم الله الشيخ عبد الله الخليفي أحد أئمة الحرم المكي ومن يظل صوتهم دائما يصدح ولا ينسى.